بتتخرطش في المنطقه دي غير الخرشوف. لو ما حافظناش على الخرشوف دي اعتبر ان في هنا اكتر من 100,000 عامل هيقعدوا. الغله جالها الصدى 6 شهور، هي دي الزرع 6 شهور دي الناس راضيه بيهم، حتى لو هم 6 شهور نص سنه الناس برضو راضيه تحمد ربنا عليها. بس نحافظوا عليه من ايه؟ كان الاول كان في مصدر اجنبي بيجي هنا بينزل هنا، المصدر الاجنبي اصدق من المصري، كان بياخد السلعه كويس وكان هو اللي بيبص على بعيد. برضه بنوجهه برضه الكلام لاصحاب المحطات، محطات التجهيز، محطات التصنيع، اللي هم يتقوا ربنا في الشغلانه نفسها، ما يصدرش ربنا في شغله الخرشوف. لان لو كل واحد فينا عامل الشغلانه دي وتعامل فيها بمهارة الناس كله هياكل فيها عيش. حق تعبنا ما احناش بنستغله، قسما بالله احنا ما بنجيبه حق شغلنا، كان شغالين عند نفسنا ما بنجيبه اجرنا. ليه؟ اللي فوق مننا واللي اكبر مننا بيتحكموا في زرعتنا، احنا نزرعوها ونصنعوها ونجهزوها ونوديها لهم، ولكن ما بناخدش حقنا. ما عندناش حاجه، لا هي الخرطوط والمحطه ديت اساسا هي رزقنا. 60 70 نفر عامل بياكلوا عيش، هتقول لي مين يقعد ولا مين يستنى ولا مين مالكش قبر؟ كوز الخرشوف دوت المصنع بينزل في سعر الطن المصنع، فبيضطر الراجل ده صاحب النواله ينزل في سعر الكوز، فبالتالي بينزل برضه على الفلاح. يعني بعد ما كان بجنيه بقى ب 80 ساق، فب 80 ساق ما بيوفرش حاجه، الفدان بيجمع 300 400 كوز 500 كوز في 80 ساق ب 400 جنيه، طلع حمالته وطلع ريه وطلع رشه ما بيوفرش حاجه. دي عمليه التصنيع اللي بيقوم بيها العام الصبح او الليل، عماله اسمهم بنات بيصنعوه حقوق محلول، وبنبتدي نطلعه على حاجه اسمها ترابيزه فوق نخرطه ونجهز. نحطه في محلول ونبتدي نروح للمصانع